حمام ليه؟ انت عارف ان اول صوت انطقه في حياتي كان صوت الحمام قبل الكلام. ازاي؟ كان انا صغير لما كنت بعمل دوشه وبتاع كانت امي تحطني في سرير خشب كده. اخويا كان غاوي كان مثلا بتاع 200 او 300 حمامه. فجم في مره لقوني بشاور وبعمل الصوت. انت عم تسمعه؟ ازاي؟ ده انت بتعمل كده. ده اول حاجه طلعت منك. دي اول حاجه طلعت. يعني لو كانوا سابوك كنت ممكن يقول لك شاهد على اليوتيوب ميكي ترضعه حمامه. قول لي طب يعني كل حاجة غير التانية، كل نوع غير التاني. يعني أنا ده إيه الفرق بين ده وده وده وده؟ في اللي بيطير عالي قوي وينجم في السماء تشوفه صغير قوي بس حوالين الغاية، وفي اللي بيجري يعني بيسرح بعيد قوي، ده الزاجل أو المراسلة. هو الزاجل فيه كذا حاجة؟ الزاجل نفسه فيه كذا حاجة، فيه منه زينة لأنه زمان كان بيعتبروه ده أحسن نوع يعني. ودلوقتي طلعت أنواع تانية أحسن من كده. أنا أوريك الأول ممكن الأنواع المصري اللي بتاعتنا إحنا. في الصوافة، بص ده. بص وش الحمام عامل ازاي. ده تقريبا ملوش منقار. ملوش منقار. شايف البوز عامل ازاي. ده اسمه ايه؟ صوافه. صوافه. دي صوافات ملك الحمام. ده زاجل ولا ده زاجل سبق؟ لا ده بيطير عالي ينجم في السماء قوي ما تشوفوش، ده صغير قوي. ده اسمه اصفر ورق. اصفر ورق برضو نوع مصري من زمان قوي، بيت قديم برضو. بص وشه. الناس من الدول العربيه بتيجي تشتري الكلام ده وتدفع فلوس. العراق وليبيا وسوريا بييجوا يشتروا. يعني ممكن تلاقي حد جه اشترى ب 400,000 جنيه حمام. بيلموا الانواع دي. الانواع دي اصيله يعني اصلها مصري. ده حمام زينه اسمه البخار. بص حمام زينه ده شعر. ده ايه ده شعره عامل بانك. انا عامل قصه دي تبقى حاجه رباني. بص عنده قصه وطرطور. انت متاكد ان الكلام ده حقيقي مش في دماغك بقى؟ بص اوريك عينه بقى. مش عارف باينه معاك ولا لا. شايفها؟ العين نفسها شايفها؟ اللي عايز تشوف على الزاجل بقى المراسله. المراسله دي في منها اللي هو في منه برضو الحاجه اللي اصلها مصري اللي هو بوزه ليه بوز كده. ده مراسله. شايف وشه عامل ازاي؟ والمنقار ومختلف خالص. شايف بوزه عامل ازاي؟ ده زمان كان مراسله وكانوا بيستخدموه في المراسله، بس بعد كده طلعت انواع جديده بتجري اسرع وبتيجي يعني عندها لياقه اقوى وعندها احساس المكان اقوى كمان، يعني ممكن تترمي من بلد ثانيه وترجع. انا عمري ما عرفت ازاي الزاجل بيروح للمكان اللي انت بتبعته له، ازاي ياخد لك رساله من حته لحته. بص هو كل الناس فاكره كده، هو الموضوع مش كده، هو الموضوع ان الزاجل ده عنده ملكه ربنا خلقها زي بوصله في دماغه. لو اترمى من اي حته يرجع لبيته. ده التدريبات اللي بنعملها له. فانت لو انت مثلا عندك مثلا قول 100 حمامه مربيها ومدربها كويس، وانا عندي 100 حمامه مع نفس الحكايه، واديتك الحمام بتاعي وانت خدت الحمام بتاعي. لما تسافر وعايز تبعت لي رساله بتربط في الحمامه بتاعتي انا رساله وترميها. بتاعتك؟ يعني الحمام بيرجع بيته. بيرجع لبيته، ادي الموضوع كله.